قال عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق ركن شمس الدين الكباشي إن المفاوضات علقت من طرف الحركة الشعبية جناح الحلو، وإنما حدث في خور الورن لم تكن له علاقة بما يدور في جوبا، مؤكدا أنه أمر يحدث كل موسم بين الرعاة والمزارعين. وأكد كباشي في برنامج رفع الستار بفضائية ولاية الخرطوم الذي بثته الاثنين إن مفوضية السلام مفوضية سيادية وتتبع للمجلس السيادي، وليس مطلوبا من المجلس السيادي قيادة التفاوض بصورة مباشرة، ولكن للضرورات أحكام، مشيرا إلى أنه لا صراع بينهم وبين عضوية المجلس من المدنيين ومجلس الوزراء، مؤكدا أن الدعم السريع ظل يؤدي أدوارا كبيرة في خدمة المجتمع حتى قبل التغيير. وشدد كباشي على عدم ممانعتهم في تشكيل لجنة التحقيق المستقلة حول فض الاعتصام، وقال إن الذين يفاوضونهم هذه الأيام في جوبا ثوار ومناضلون خرجوا على ظلم الإنقاذ ولم يعودوا حتى الآن، مقرا بأن ما حدث ضد البشير كان انحيازا ولم يكن انقلابا، وأضاف أن الاتهامات انتخام بانتمائهم للإسلاميين ليس صحيحا. طيبة لحياة طيبة.